إلى مشاهدينا متابعين، لكن هالمرة مع جولة على مواقع التواصل الاجتماعي، والبداية من موقع يوتيوب. اخترنا لكم طبعا قصيدة لرفيف زيادة بعنوان ظلال من الغضب، انتابع. I am an Arab woman of color and we come in all shades of anger. My mother was born under an olive tree on a soil they say is no longer mine, but I will cross their barriers, their checkpoints, their damn apartheid walls, and return to my homeland. We are returning to Palestine. I am an Arab woman of color, and we come in all shades of anger. You tell me I send my children out to die, but those are your copters, your F-16s, in our skies. So let me just tell you, this woman side of me will only bring you your next rebel. She'll have a rock in one hand and a Palestinian flag in the other. I am an Arab woman of color. Beware, beware my anger. فعلا مؤثرة، سوتاتشي مثل ما نقول. مشاهدينا الآن إلى دراسة مختلفة توصلت إلى أن تخيلوا رائحة جسم المرأة تفصح عن مشاعرها. نتابع التفاصيل في التقرير التالي. إذا استطاعت المرأة إخفاء مشاعرها وعدم إظهارها من خلال تصرفاتها، فستفضحها رائحتها، حيث أكدت دراسة جديدة أن رائحة جسم المرأة تفصح عن مشاعرها، وحيث اعتبر الباحثون المتخصصون بالروائح أن هناك علاقة بين مشاعر الإنسان وبين الرائحة التي يفرزها جسمه، وهي بمثابة مؤشرات على نوعية الأجواء التي يتواجد فيها الفرد، وبالتالي فإنها تعبر عن مشاعره الداخلية. واستند الباحثون إلى تجربة شاركت فيها مجموعة من النساء، عرض عليهن فيلم رعب، ووضعت كل واحدة منهن قطنا تحت أبطها لجمع الروائح التي يفرزها جسم كل واحدة منهن، بينما طلب من مجموعة أخرى وضع القطن تحت الذراع لكن بدون مشاهدة فيلم الرعب. واكتشف الخبراء أن الروائح التي أفرزها جسم النساء اللواتي شاهدن فيلم الرعب أقوى من اللواتي لم يشاهدنه. ومع مرور الوقت أصبحت الرائحة التي أفرزتها أجسام النساء اللواتي شاهدن فيلم الرعب تذكرهن بأجواء الخوف التي تسبب فيها الفيلم. ويرى الخبراء أن ما يجري حولنا يؤثر في نوعية الإفرازات التي يصدرها الجسم، فكلما كانت الأجواء إيجابية فإن الروائح التي تفرز من جسم الشخص أو الأشخاص المحيطين به يتم تسجيلها في الدماغ على أنها إيجابية، والعكس صحيح. عموما مشاهدينا، لكل شخص او الجلد حتى له رائحه خاصه، لكن واضح انها تتاثر بافلام الرعب او بغيرها طبعا من الحاجات اللي تاثر على الاعصاب. مستمرين مشاهدينا، وان شاء الله اعصابكم دائما تكون طيبه ورايقه، لكن مع سيدتي بعد الفاصل. مجلة سيدتي لكل امرأة تريد أن تجدد أنوثتها، شخصيتها وأيامها. سيدتي، عالمك في مجلة.